اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا من ترى مكاننا ولا يعجب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك لإخواننا وأخواتنا الذين توفيتهم بهذا المرض، اللهم تقبلهم عندك شهداء، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم صبر أهلهم الذين ما استطاعوا أن يودعوهم وما استطاعوا أن يقبلوهم بين أعينهم، حالت بينهم البلاد وحالت بينهم البحار وحالت بينهم المسافات الطوال، فاللهم يا حي يا قيوم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم وصبرهم يا رب العالمين، اللهم أجرهم في مصيبتهم وفي مصابهم وفي مصابنا جميعا، واخلف لنا خيرا من تلك المصيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المرضى الذين يتألمون في هذه اللحظات سواء على الأسرة البيضاء في المستشفيات ولا في بيوتهم، نسأل الله جل وعلا أن يخفف عنهم الآلام، اللهم خفف عنهم الآلام، اجعل هذا الوباء بردا وسلاما عليهم وعلى سائر البشرية جمعاء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم، أبدلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم يا مولانا يا كريم. اللهم يا ربي إنا نسألك يا حي يا قيوم وأنت الأكرم للممرضين الشرفاء والممرضات الشريفات وللأطقم الطبية من الأطباء الأكفاء ومن رجال الأمن الشرفاء، نسأل الله ربنا لهؤلاء أن يبارك فيهم وفي أعمالهم، واللهم بارك فيهم وفي أرزاقهم، وألبسهم لباس الصحة والعافية، واجزهم عنا خير الجزاء يا مولانا يا كريم. ونسألك اللهم ربنا لكل من يوفر لقمة العيش لنا بعد فضلك سبحانك سبحانك ثم بفضل هؤلاء الفلاحين وهؤلاء سائقي الشاحنات شاحنات السلع والمواد الغذائية، يغامرون بأنفسهم من أجل توفير هذا للمواطنين، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أرزاقهم وأعمالهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء يا مولانا يا كريم. إخواننا عمال النظافة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صحتهم وأن يبارك في أرزاقهم وأن يحفظهم في عائلاتهم، نسألك اللهم ربنا أن تغنيهم من فضلك يا مولانا يا كريم. ونسألك اللهم ربنا لإخواننا الذين يسهرون على توزيع القفف وتوزيع الأغذية على المساكين والفقراء والأرامل واليتامى سواء من الجمعيات أو من الأفراد، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم يا رب ألبسهم لباس الصحة والعافية، بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أعمالهم يا مولانا يا كريم. اللهم يا ربي إن الكثير من الناس، كثير من إخواننا لا يستطيعون السفر، كثير من إخواننا حال بينهم هذا الوباء وبين لقاء والديهم وأحبتهم وأهليهم، فاللهم ارفع عنا هذا الداء والوباء، اللهم يا ربي ارفع عنا هذا الداء والوباء. اللهم إنا نسألك، وكثير من إخواننا وأخواتنا مقبلين على الزواج وحال بينهم وبين هذا الفضل وهذا الخير هذا الوباء وهذا الداء، فاللهم فرج عنا وعنهم يا مولانا يا كريم، اللهم فرج عنا وعنهم يا مولانا يا كريم. وكثير من إخواننا فقدوا أعمالهم، فقدوا وظائفهم، والكثير من إخواننا لا يستطيعون مباشرة ولا مزاولة أعمالهم، يعولون بهذا العمل، يعولون به أسرهم ووالديهم، فاللهم ارفع عنا هذا البلاء يا حي يا قيوم. ونحن مقبلون على شهر الرحمة وشهر الغفران، اللهم يا ربي أهل علينا شهر رمضان وأنت قد رفعت عنا يا حي يا قيوم هذا البلاء وهذا الوباء، اللهم أهل علينا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، ارفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا البلاء وهذا الداء، اللهم لا تحرمنا من المساجد ومن صلاة الجماعة في رمضان، ولا تحرمنا من صلاة التراويح في المساجد يا حي يا قيوم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.